من الرياضة إلى التكنولوجيا، حيث حازت مجموعة من المؤسسات التونسية الناشئة اليوم على جوائز في إطار مشاركتها في مناظرة أطلقها مركز ميكروسوفت للابتكار التكنولوجي. ومن بين المؤسسات مؤسسة يشرف عليها الشاب وليد سلطان ميداني الذي كان في قلب الحدث. عالم الفانتازيا والسحر عند الشباب يعيش بين ثنايا تطبيقات رقمية تترجم على الشاشة في شكل لعبة فيديو أبدعها ولي سلطان مداني صحبة مجموعة متناغمة من أصدقائه. حبوها شركة إنوفونت، معناتها نتاع إبداع، نتاع نحبوا نهزوا لزوز عالم، عالم نتاع أرتستيك نتاع الفن والعالم نتاع البروغراماسيون لصقوا مع بعضهم اللي هو اليوم هذاك هو جو فيديو. الفكرة جاءت في شكل مغامرة خاضتها المجموعة وسط أجواء عائلية، من يرسم ومن يخرج كل التصورات إلى لعبة متحركة ومن يبتدع الموسيقى. بعد سنترافاي دي كيب، معناها كل واحد يخدم التاش نتاعو وكيكا باش نجمو أنا نخدمو جو سينو. عز بطرنا معنا تبقاش كيف صغار نعملوا حاجة كلي لعبات كل نجم تلعب كل ما بعضها اتسترا. دونك عملنا شهير تخمام اسمه برينستورمينج، تفهمنا مع بعضنا الكل كعجو وبدينا دونك نعملوا في ديفلوبمون نتاعو. وليد انطلق من الصفر وذهب يبحث عن الدعم فوجده في شركة مايكروسوفت بتشجيع أمريكي ليفوز اليوم بالجائزة. نمج عنده سنوي، هو ناخذ فيه 10 شركات ناشئة أو أفكار مشاريع من أجل تحويلها للشركات، دعم على عدة مستويات. هي أعمال متميزة وهذا يجعل من تونس بلدا أكثر تنافسية على مستوى الاقتصاد العالمي، ونحن سعداء جدا لدعمهم. فرحانين برشا، وميكروسوفت بارتنير متاعنا بيان سور، هو اللي إن شاء الله بيه هو باش نعملوا عيطوا له جلوبال ريتش اون انجلي، هو العولمة باش نبداو مونديال. شهادة مايكروسوفت لأفضل مؤسسة ناشئة لسنة 2012 وجائزة أفضل أداء تم منحها لشركة وليد تقديرا لإصدارها الأخير، ويبقى قطاع ألعاب الفيديو بتونس جديد ويتطلب مزيدا من الدعم لكثرة محبيه. أما تقييم هذا النوع من الترفيه في مجتمعنا فيبقى بعيدا عن سوق العرض والطلب.